الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية فرسان القراءة درس. عذرا يا جدي، سنرى القراءة من الفارس الأول الطالب عمرو، فليتفضل. في حصة القراءة ذهب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة للقراءة والاطلاع. رأى المعلم فوال يجلس عليما. المعلم: هل تشكو من شيء يا بني؟ فوال: لا، ولكني نادم على ما فعلت أمس. ما نكتفي بهذا القدر؟ عندك خطأين. نروح نشوف الفارس اللي بعده، أحمد. سنرى الأقل أخطاء هو الفائز. راح فين يا عبد العزيز؟ أعطي له قلم محمد. تفضل يا بني. خلاص يا الوقت، خلاص يا عبد العزيز. خذ جائزة. طيب نسمع سعد. يا حمد، يا عبد العزيز، اجلس الآن، تعال هنا. طيب نشوف الوقت، هبحث لك عنه. تفضل. في حصة القراءة في حصة القراءة القراءة نادم على ما فعلته أمس. ما فعلته. ما فعلته. شكرا يا سعد. عندك كذا خطأ. تفضل. خلاص انت قرأت. تفضل يا بني، اقترب من السبورة. ننتبه للحركات. في حصة القراءة صاحب المعلم. صاحب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة للقراءة والاطلاع. رأى المعلم فوازا يجلس حزينا. المعلم: هل تشكو من شيء يا بني؟ فواز: لا، ولكني نادم على ما فعلته أمس. المعلم: وماذا فعلت يا بني؟ فواز: لقد طلب مني جدي أن أخبر أن أخفض صوت التلفاز فلم أفعل. عندك الأخطاء بتاعت عمرو هياه. تعال يا عبد الله، ما في جوائز. جوائز بس اللي ما يخطئ. فرسان القراءة لا يخطئون. اقترب. في حصة القراءة صاحب المعلم التلاميذ. محمد، خالد. المعلم: هل تشكو من شيء يا بني؟ فواز: لا، ولكني
أمس؟ نعم. وماذا فعلته أمس؟ وماذا فعلت أمس؟ فعلت أن أخفض صوت التلفاز فلم أفعل مثل ما فعل زملائك. تعال يا عبد الله. لا أنت لسه جاي من هناك من برا، ما معقول كده ساعة، ما معقول كل شوية على طول. تفضل يا بني. وللطلاع رأى المعلم فوازا يجلس حزينا. ما نونته فوازا يجلس حزينا. المعلم: هل تشكر من شيء يا بني؟ فواز: لا، ولكني نادم على ما فعلته. أن أخفض صوت التلفاز فلم أفعل. قراءتك رائعة لكن عندك خطين. كله بيقول لي أخفض ويا أخفض أخفض أخفض. تعال ركع. أخفض أخفض أخفض. طبعا أنا بقرأ وفي ناس عمالة تلعب، ما عنده استعداد يطلع يقول لي انا عاوز اقرا واتحدى. خليك هنا على السبوره. اتفضل يا بني. في حصه القراءه صحب المعلم التلاميذ الى مكتبه المدرسه للقراءه فلم أفعل. خذ جايزة. تعال يا حمد. تفضل. اقترب. تعال علي. جاهز يا علي؟ تفضل. اسمع يا بني علي صوتك، لا دي لعب بالفلوس. من شيء يا بني؟
زي ما انت. ولكني نادم على ما فعلته المعلم وما فعلته يا بني. ناني؟ ماذا فعلت يا بني فواز؟ لقد طلب جدي مني جدي أن أخبره. أن؟ أخبره. أن؟ نفس الأخطاء السابقة. تعال يا عمر. كله سيأخذ الفرصة، كله سيأتي، لا تقلق. بعده على طول. طيب يا عمر. طيب بعدين. تفضل يا بني. هات. طيب أول خطأ، أول خطأ. هذا أول خطأ. في الآخر. ها. انت هل هنا ترى الف؟ ما هذا الحرف؟ طيب اقول ايه بقى؟ صح. خلاص بوظت الدنيا وانت من اولها. اجلس. تعال يا خالي، لابد ان انتبه الى ما امامي. ما ينفع كده يا اخي. يا اخي اقعد مكانك يا اخي. اجلس. تفضل يا بني. القراءة صاحب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. القراءة فوازا يجلس حزينا. المعلم علي، انظر هنا. تشكو من شيء يا بني فواز؟ جل لا، ولكني بني ولا بنية؟ بنية. طيب عندك الوقت هنا خطأ وهنا خطأ، بقيت متساوي مع الآخرين. نسمع فهد. تفضل يا فهد. اسمع يا عبد الله. إلى مكتبتي المدرسة لقراءة ولا قليلا. اجلس يا فهد. من عنده استعداد؟ تعال يا محمد. ها يلا محمد اسمع. ها صاحبت ولا صاحبة؟ صاحبة. المعلم والتلاميذ إلى مكتبة المدرسة. القراءة صاحبة. تاني. للقراءة وللطريق. ما سمعته؟ وللطلاع. عندك الحين خطين. روح. خلاص. لا ما في جوائز.